تحزم بالصبر، تحزم بالصبر وادعب توال الليل، لأن باكر يجي وشمس الصبح تظهر. ولا تسأل بشر، خليها على الرحمن، ما خاب الذي ناجاه وتذكر. وذا فرعون، وذا فرعون صاير حاكم وجلاد، عجل ربك يا موسى من الكبير أكبر، عجل ربك يا موسى من الكبير أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. أحبة المشاهدين والمتابعين والمحبين لبرنامجكم الأدبي والاجتماعي خيمة وقصيد، حياكم الله. اليوم 15 من كانون الثاني عام 2015، انتصف الشهر وانتصف الشتاء وانتصف العام، ولليوم يعني مثل ما يقول أهلنا لا زالوا يقبعون في هذا الجو البارد وفي هذه الأجواء. نسأل الله عز وجل أن يفرج همهم. الوضع العراقي وضع متعب، وأصبحنا أضحوكة لكل الناس. المصريين قاموا يقلدون علينا ويحكون علينا، هزلت وسامها كل مفلس كما يقولون. اللي كانوا عندنا هان خدام يشتغلون بأجر يومي بفلس وبفلسين، هسه قاموا يقلدون علينا، وقاموا يعني يتكلمون علينا حتى بالقنوات، مثل ما موجود عند كثير من الناس. وأسف على يوسف، وهذه كثيرة من النماذج اللي خلت العراق بهذا الوضع، مع الأسف عليهم. حياكم الله يا أهلنا وناسنا. احنا طبعا ما نقصد الكل حتما، لكنه يعني مع الأسف القنوات اللي تبث هيك. اليوم ضيف الحلقة وضيف البرنامج ما لنا شغلة بالسوالف، عبد الرحمن الجبوري، شاعر متألق من الشعراء الشباب الذين كتبوا في حب الوطن وكتبوا في القصائد الجميلة والجزيلة. حياك الله يا عبد الرحمن الجبوري، ومساك الله بالخير، وأهلا ومرحبا بك. بالخير وبك أكثر، حياك الله أخي العزيز الفرقان. جيتك من صلاح الدين إلى أربيل لغرض العلاج، تمام؟ عندك شوية مشاكل صحية وأوضاع صحية. نعم، بالقلب. نعم. وش قال لك الطبيب؟ والله بالبداية من صلاح الدين سابقا، لأنه حاليا تهجرت من صلاح الدين. نعم، الكركوك. إلى كركوك، بالجديد من كركوك يعني. جيت طبعا بالدرجة الأولى أنه شوفتكم ودعوتكم هذه أتشرف بيها، جزاك الله خير، أتشرف بقناة سامراء الفضائية. حلو. وبجميع كادر قناة سامراء الفضائية، تحياتنا لهم والجاية اللي هي بعد ما نشوفكم، هي طبعا لغرض العلاج. يا سلام. الحمد لله أنا العافية ما نقول نص ونص، لا أقل من نص ونص، والحمد لله والشكر. يا سلام، عندك العافية. الله يبارك فيك، يعافيك، ولا بأس طهور، والحمد لله على سلامتك. الله يسلمك ويحفظك. أنت شاعر تضرب كل غنيمة بسهم كما يقولون، متمكن تصيد العتابة وتصيد الأبوذية وتصيد الزهيري، بالإضافة إلى شعرك الشعبي الجميل والبديع. من زمان ما شفناك، أن تظهر بالفضائيات دائما على نعم. فضائيات العراق الموجودة المتألقة دائما بكم وبأمثالكم. نسمع منك قصيدة أنت تختارها حقيقة. نعم. دائما الشاعر يعني الموقف اللي الحالي اللي هو بيه دائما يعني مطلوب من الشاعر أن يحكي عن الموضوع. نعم. اللي بنفس نعم. الوقت يعني خلنا نقول وهو خير ما أبدأ به. نعم. هو السلام، فالسلام إلى العراق، والسلام إلى النازحين، نقولهم الله كريم. قصيدة موجهة إلى المسؤولين. يا سلام. عفية يا مسؤول، رديت الجميل. عفية يا مسؤول، رديت الجميل، أدري ناوي بداهية تودينه. عفية يا مسؤول، رديت الجميل، أدري ناوي بداهية تودينه. تعيش عفية ونعم
هذا الاتفاق ازواج كنا وننتخب ثارين تعيش عافية ونعم. هذا الاتفاق ازواج كنا وننتخب ثارين تدري بيهم نازحين الصعدوك، تدري بيهم نازحين الصعدوك، وكلمة النازح صفت تاذين من يباوع علي ومهجر يقول احص ضارب بالقلب سكينه. تدري بيهم نازحين الصعدوك وكلمة النازح صفت تاذين من يباوع علي ومهجر يقول احس مو كلمة طلعت سكينه. تخيل امك، تخيل امك نايمه بحضن الرصيف، تخيل امك نايمه بحضن الرصيف، هيج صار بامنا واكثر بينا. يلبيك ما غزر ملح كان استحيت. تخيل امك نايمه بحضن الرصيف، هيج صار بامنا واكثر بينا. بقت كومه فلوس، بقت كومه فلوس، عالج لك مريض بدل ما تنثرهن بمارين. بقت كومه فلوس، عالج لك مريض بدل ما تنثرهن بمارين. يلبيك ما غزر ملح كان استحيت، يا ولي هسه الحبر بيدينا. يلبيك ما غزر ملح كان استحيت، يا ولي هسه الحبر بيدينا. ترجع الدنيا ويرد الانتخاب وترجع بكلمتها لتنادينا. راح انتخبك لكن غير انتخاب. ترجع الدنيا ويرد الانتخاب وترجع بكلمتها لتنادينا. قسم انتخبك لكن غير انتخاب. نبصم على القائمة برجلينا بدم دميل الصبح تسهر ما تنام، بدم دميل الصبح تسكر ما تنام، وبخيمة أمي وما تنام من البرد تقول لي يا ابني الثلج ما يرحم فقير، مرد كبده للخيم يا ابني مرد. وانا قنعها، ردت قنعها، قلت لا مو ثلوج، الدنيا شابت يمكن وشاب الورد. انا هدئ بامي على الوضع انت لا، وياك بحياء الدول عدكم جرد. وجه الارموطي كفر بيك انتخاب، مقصودة طبعا، وجه الارموطي كفر بيك انتخاب، يمكن امك بيك متنسية بقرد. مو من المنصب فقط لو يطردوك، من رحمة الله تستاهل طرد، من رحمة الله تستاهل طرد. يا سلام، صح الله لسانك يا عبد الرحمن، بارك الله بيك، تسلم وتعيش. الله كريم، الله كريم، الله كريم، الله كريم. الحوار جميل جدا، واللقاء والجلسة ممتعة معك. ناخذ هذا الفاصل، وبعد الفاصل إن شاء الله تعالى نستأنف وإياكم أحبتي المشاهدين والمتابعين فقرات برنامج خيمة وقصيد، حياكم الله. أهلا ومرحبا بكم أحبة المشاهدين والمتابعين في برنامجكم الأدبي والاجتماعي خيمة وقصيد، حياكم الله. يا أخوي عبد الرحمن بارك الله بيك، وانت هلا هلا بنفسك، وهلا هلا بالشعر، لأنه انت عندك قلب وعندك يعني ضغط ومشاكل صحية، يا رب إن شاء الله عندك العافية. الله يبارك فيك، الله يعافيك. كان الفاصل المالك الحزين، وش علاقتك مع مالك الحزين ومروان جبارة؟ يعني علاقة طفولة، علاقة قرابة، علاقة شعراء، يعني وش هذا العلاقة اللي بينك وبين مالك ومروان؟ يعني علاقة الشعراء خلها الأخيرة. خليها آخر شيء. نعم، إنه شيء مهم عندنا الشعر وكذا، بس هم أخوتي يعني. يا سلام. وأصدقائي. يا سلام. زملائي شعريا، وتحياتي لهم، تحياتي للأخ العزيز مالك الحزين، تحياتي للأخ العزيز الشيخ مروان ناجي جبارة، وإلى الأخ العزيز الشاعر عمار الجبوري، ونقول له الحمد لله على السلامة. نطمئن عليك. جميل. تحياتي إلى جميع الشعراء أخوتي كلهم. إذن حديث الشعراء راح نخليه بالأخير على قولتك، وتحية طبعا لكل هؤلاء الشعراء المتألقين، وإن شاء الله يكونون ضيوف نهان في خيمة وقصيد بإذن الله تعالى. طيب، وش قلت على الديرة، وش كتبت على الديرة وانت من أهل صلاح الدين والآن بمحافظة كركوك اللي هي تعتبر شدة ورد لكل العراقيين، لكن حتما كاتب على الديرة
وعلى علاقتك بالديرة، يعني وش القصيدة اللي كاتبها على الديرة يا عبد الرحمن؟ طبعا احنا العراق كله ديرتنا، ديرة واحدة إن شاء الله. حلو، بس أحيانا واحد يحن الديرة، يعني خلنا نقول اللي هي أنت تولد بيها تعيش بيها، تعتبر هي الوطن، تعتبر هي الأول. يا سلام. يعني ما ممكن الفراق يعني يصير، خلنا نقول يكثر، وإذا كان إجباري يعني بعد يعني مؤلم أكثر. فتحياتي طبعا للديرة، يعني أقول بيا لهفة الدير تبقد العراق. صوتك عالي، ولو أريد يعني وضعك الصحي لكن أريد صوت عالي بحيث تهز. بيا لهفة لديرتي بقد العراق، قبل لا يبدي القتل بي والسلب. بيا لهفة لديرتي بقد العراق، قبل لا يبدي القتل بي والسلب. وبيا لهفة لبيتنا بروحي تعيش، لهفة تملو ليدها الراح بحرب. بيا لهفة لديرتي بقد العراق، قبل لا يبدي القتل بي والسلب. وبيا لهفة لبيتنا بروحي تعيش، لهفة تملو ليدها الراح بحرب. لو فقط مقطوع درب الديرة زين، جاني طارش قال مشيول الدرب. لو فقط مقطوع درب الديرة زين، جاني طارش قال مشيول الدرب. اش جاني عفت الديرة للغربة ومشيت، اش جاني عفت الديرة للغربة ومشيت. عقل ما عندي ولا عندي قلب، عفت بيها أصحابي يشفون العليل، عفت بيها أصحابي يشفون العليل. وهي حتى أحبابنا انقلبة وغرب، عفت طرمة ببيئتنا يا مجدي مول، عفت طرمة ببيئتنا يا مجدي مول. الهوى من اشتم بيها اشتم دوه، الهوى بفلوس بالغربة وخطير، نصعد بدولاب تان اشتم هوى. عفت طرمة ببيئتنا يا مجدي مول، الهوى من اشتم بيها اشتم دوه، الهوى بفلوس بالغربة وخطير، نصعد بدولاب تان اشتم هوى. وبي عين بعيني من قد ما بكيت، وبي عين بعيني من قد ما بكيت. وبي دمعة وخيط دم نزلا سوى، وبي كومة عتب يا وقتي عليك، بي كومة عتب يا وقتي عليك. مو على فراق الأهل قلب انشوه، نعود لك يا ديرتي، نعود لك يا ديرتي. يمي يا ابوي يلي من شفتك فلا شايف حنان، والد الديره يقولوني صحيح شفت تحت اقدام شرقاط جنان. قلعه اشور وشفت دجله وربيع، وشفت جنه بديرتي في كل مكان. واني بيك الدمع ما بطل عليك، وبكل وقت مشتاق لك وبكل زمان. وبي حسبه براسي وإن الله تصير، بي حسبه براسي لابد ما تصير، ولازم يصير اللي يدور براسي. أنا مو قاسي ولا طبع حقود، وصرت قاسي من الزمان القاسي. أنا مو قاسي ولا طبع حقود، وصرت قاسي من الزمان القاسي. وبي حقد الزير من ذبحة وكليب، بي حقد الزير من ذبحة وكليب. بروحي مزروع الحقد بإحساسي، طولي بالك طولي بالك دير تهلي، ويجي يوم يدفع أضعاف الثمن جساسي، يدفع أضعاف الثمن جساسي. وسلامتك. حلو 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 يا عبد الرحمن. عبد الرحمن لعلك متأثر بمالك الحزين، لأنه هو أيضا أشعاره بها شيء من الشجن والحزن. أريد عبد الرحمن المرح، عبد الرحمن الإشاقي، عبد الرحمن المنكت، عبد الرحمن الصورة الأخرى يعني بعد الكاميرا، الأريحي اللي هو يعني صاحب الابتسامة
وش تسمعنا بصورة عبد الرحمن الأريح؟ يعني مو عبد الرحمن اللي هو يتكلم هذا الأشعار الشجن والحزن، يعني وش تقول يا عبد الرحمن؟ أنت قصدك تعودت علي أتشاق وياك صار يومين وكذا، مو تريد تطلعني من طور خلينا نقول الحزن أو المغثة، تريد يعني ابتسم مهما كانت الحياة قاسية معك يا عبد الرحمن. أنت وش يعني تريد شيء مني؟ يعني أريد أسمع منك طبعا، لأنه تعودنا على شعرك المرح. قلت لك على صار يوم وأنا أقول لك على كيفك من السؤال، فعلى كيفك من التحية، يعني أنت خلصت الهلاوات هسه. إذا جاء واحد وراي شو راح تقول له؟ يا سلام، أنت قلت لي هلا ألف هلا كل الهلا سعلي جرش راح تقول له وراي؟ أنت قايل لي كل الهلا شلون؟ يا هلا يا ظل عندك هلاوات يا هلا يا هلا عبد الرحمن. النعم منك. وش تسمعنا أصلك بشعرك المرح الأريحي، وإن كان يعني فيه شيء من المحبة الابتسامة؟ أنت الشعراء الوجدانيين يعني عندكم في الشعر الوجداني لمسات جميلة وصور شعرية رائعة، سمعنا يعني قصدك نطلع شوية من طور ال حتما، لأنه يعني أجواء حزينة يمكن ما أقدر أطلع ما هذا تقدر الطور، لأنه ما أريد أدخل بأي موضوع، لأنه ممكن تطلع تفاصيل وكذا ويعني نطلع خارج النطاق. أو امبارح، لكن امبارح وانت كنت ضيف نهان كان اكو لقاء صغير مع الشاعر مع الفنان الكبير ياس خضر، فانت من جيت سلمت على ياس خضر، سمعت بيت عبودية على وزن ياس، على وزن ياس صح صح استحسنه ياس خضر واجلسك بقربه على كثرة الموجودين في صح في الصالة. ماذا قلت لياس خضر؟ ايش قلت له انت ببيت عبودية؟ حقيقة يعني كنت سعيد جدا يعني باللقاء مع الفنان الكبير ياس خضر. زين. وعرفته يعني بنفسي، قلت له الشاعر عبد الرحمن الجبوري، فيعني قلت له الشاعر فلازم يعني الا اسمعه كونه فنان، واكو ارتباط بين الشاعر والفنان. حلو. ف يعني احضرني بيت مطابق على يعني يخص الفنان ياس خضر اللي زين. هو يقول ارى الجوري بوسط خدك، ارى الجوري بوسط خدك، ورا الياس ورا حباط بوسط قلبي، ورا الياس بعد حن ما أغني لك، ورا الياس ولا أريدك بعدها تحن علي، ولا أريدك بعدها تحن علي. سلامتك. حلو حلو. أنت تكتب لكثير من المطربين والفنانين، أحمد الغريب وش علاقتك به؟ أغلب يعني أغاني أحمد الغريب هي من كلمات عبد الرحمن الجبوري صح؟ صحيح. تحياتي إلى الأخ العزيز الفنان أحمد الغريب، طبعا أحمد أخي وصديقي ويعني سابقا بالأغاني الجديدة حقيقة ما أكون نص غنائي يعني يغني لي، بس لكن 2002-2003 هذه الأغاني مالت شوبي يعني كنت أكتب له، كان يغني زهيري يعني لكل منطقتنا الشرقاط، ما أحصرها بس يعني لي. زهيري غنى لي قصائد، غنى لي يعني مواويل. حلو. أغاني تشوبي سابقا غنى لي. تحياتنا جميل. إلى الأخ العزيز أحمد الغريب. جميل جميل جميل. أحبة المشاهدين طبعا بإمكانكم التواصل معنا عبر هواتف البرنامج اللي راح تظهر عندكم على الشاشة للتواصل والاتصال مع المتألق عبد الرحمن الجبوري وجمهور عبد الرحمن الجبوري. بإمكانكم أيضا إرسال رسائل قصيرة الـ SMS على أرقام اللي تظهر عندكم على الشاشة أيضا. يا أخوي عبد الرحمن فطيمة البشر هذه شاعرة وأديبة ولها باع قوي جدا في بيوت الأبوذية والعتابة. العتابة. العتابة. فطيمة البشر جبورية ما تمام؟ تحسني طبعا يعني خلينا نقول عمتنا احنا. يعني تنطيق قربة قريبة جدا على اعتبار هي يعني خلينا نقول السادس عمتني يعني عبد الرحمن صالح خلف عبد الله جاسم معتوق البشر فطيمة البشر يعني عمتنا. يا سلام. بس تدري يعني لا أنا لا أبويا ما أتذكر يعني خلينا نقول جدي ما موكدها يعني لأنه يعني قديما، بس سلسلة التواصل بين اللي يعني شيابنا الى اليوم يذكرون في طيمة البشر بالضبط اللي عاصروا حلوه تناقل، فما اقدر اجزم انه البيت اللي اسمعك اياه اللي وصلني انه هو في طيمة البشر، بس حسب ما اوصل يعني ما انسبه من يمين. تحفظ لها بعض الابيات؟ نعم يعني اكو هي قصه طبعا لهن قصص اكثرهن يعني اللي واحده منهن حسب القول انه بعد ما غرقوا لها ولد اثنين. الله. يعني بعد ما غرقوا لها يعني تدري اللي يبقى يمها
ما عدا غير غير الله. فطلع من يمها بالعامية يعني خلينا نقول عزل من يمها، طلع من البيت ويا زوجته. فما يعني القصة اللي وصلتني انه هيك، فاسبوع شهر شهرين يعني حسب القصة انه ما جاء زارها يعني هو ابنه. فهي ام تدري ما تقدر يعني تحن، فهي راحت الله علي فما لقيته. يعني شلون خلينا نقول انقهرت اكثر او ما شافت ابنها متعانيه، فتركت له ورقه يعني زين اللي هي بيها بيت عتابه تقول جيت لدار خلي عانياني عانياني، جيت لدار خلي عانياني ويا دمعي بالمسابج عانياني، عجب يا شيب ابويا وعينياني، جفيتوني وعزيتوا النساء، جفيتونا وعزيتوا النساء. حلو حلو حلو. والابيات الاكثر يعني انت تدري اكو ابيات يعني ممكن جميل. انت تدري انه هي يعني الشاعر فطيم البشر قلب الام وحنان الام وفطره الام. هذا الجمهور اليوم طلب مني واحنا نزلنا الاعلان بانه ضيفنا عبد الرحمن الجبوري، طلب من عبد الرحمن الجبوري ان يسمعنا قصيده عن الام، ان تكاتب قصيده عن الام. نعم اذا تحضرني يعني انا بالنسبه لي احكيها إذا ناسي منها شيء عود نسولها أنا وانت زين. ما نعلم لحد. نسمع منك على الأم. تحياتي لوالدتي، طبعا تركتها بوعكة صحية، تحياتي لها بالشفاء العاجل، عدها العافية يا رب. وتحياتي إلى كل الأمهات اللي كلهن يعتبرن أمي. الله. صح مو حلو أنا وأسمر اللون، صح مو حلو أنا وأسمر اللون، وصح طبع ثقيل ودمي بارد، وما أعجب ولا عندي علاقات ولا عندي حبيبة ولا أواعد، صح مو حلو أنا وأسمر اللون، وصح طبع ثقيل ودمي بارد، وما أعجب ولا عندي علاقات ولا عندي حبيبة ولا أواعد، بس عندي حبيبة تعادل الكون مدام أمي التحبني أحلى واحد، بس عندي حبيبة تعادل الكون مدام أمي التحبني أحلى واحد، قلبها ينعصر لو بس قلت آه، وأحس الألم بيها يصير زايد، وتظل قلبها ينعصر لو بس قلت آه، وحس الألم بيها يصير زايد، وجفنها يظل لحد الغبشة سهران، وقلبها يصير لذراعي وسايد، بس الوطن لو يحتاج فد يوم تلبسنا الفشق مثل القلايد، وتقول لي روح باتع للمرابات واستشهد ويا ربعك لا تباعد، ترى أم الوطن والوطن أمي، ترى أم الوطن والوطن أمي، وترى أبوي الوطن والوطن أمي، وترى جنة ونعيم الوطن أمي، لأن تحت قدمها الجنة ذي يجينا العوز كانوا أزعل هواي، أنهض تا أطرد الغضب صاعد، ما ترضاها أم الصيح لا لا، بهدوء تجاوبوا بأعصاب بارد، ما ترضاها أم الصيح لا لا، بهدوء تجاوبوا بأعصاب بارد، ما عند أهل يا وليدي مسكين وين يروح يمكم خلا قاعد، هيج أم حنونة بكل الأوصاف تصب للعوز أكل وماي بارد، وتلبسه هدومنا وتتركنا عارين، وترد تنطيه راتبها التقاعد، فجأة جاء خبر، اجا فجأة خبر من مردة الروح، خلاني لحد هاللحظة فاقد، وخلاني أشوف الواحد اثنين، وخلى الحزن وسط القلب راكد، ببطن تنور راحت راحت أمنا، ببطن تنور راحت راحت أمنا، وتعبنا لأجل نكسب راحت أمنا، أخيرا راحت أمنا، راحت من خذوها اللحد وتراب المنين،
أخذوه اللحد وتراب المنين. سلام. حلو حلو يا عبد الرحمن. معانا اتصال، الله حيهم. ألو. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. طبعا آسف أنت اللي ردت يا أبو. حياك الله يا هلا. شلونك؟ شلون الصحة؟ مرحبا حياك الله، هلا بالسيد، حياك الله. الله يسلمك من قال من قال. أحييك وحيا ضيف الكريم الشاعر. الله محييك يا سيد، حياك الله. الله يسلمك، والله احنا من متابعين البرنامج هذا الناجح، الله يسلم على الاخوان. تسلم يا سيد علي، تسلم. كل ضيوف اللي يجون في قناة سامر وهاي القناة الطيبة اللي يتابعونها اهل سماء وارض سماء منطقة بادية. يا سلام. وهاي البرامج كلها فيها نهنى عليها ونهزها. الله. بإذن الله. ونريد احنا من شعره يشعرون مثل ما هاي الاشعار الوطنية اللي تجمع شملنا القبائل العربية. تبشر إيه بالله، تبشر إيه بالله. إن شاء الله تسمع القصائد اللي تجمع بين لما الشمل ولما الأحباب إن شاء الله، والعشائر الأصيلة والعشائر الوحدة، وما يكون خاطرك إلا طيب يا سيد على الياسري. تبشر. تسلم وسلم على الشاعر هلال الشمل. يصل سلامك إن شاء الله الهلال يصل. وحياك الله صديق البرنامج الداعم الياسري. معانا اتصال، الله حيهم. الو. نص التلفزيون يا ابن الجاويد، وخلنا نسمعك من التلفون. حياك الله. الو. حياك الله. شلونك؟ شلون صحتك؟ مرحبا حياك الله، منو معانا؟ بتوطن من الشرقاط. من هلا بالشرقاط واهل الشرقاط، حياك الله. ممكن اطلب طلب من عبد الرحمن الجبوري؟ عبد الرحمن وياك ويسمعك. امرني بس الصوت شويه ناصي. باسم الطعمه. الله حيه هلا بالغالي، شلون صحتك؟ نعم. شلونك اخوي، شلون صحتك؟ الله حيه هلا بالغالي، حياك الله، مشتاقين حيل. حياك. اطلب منك قصيده مالت المرحوم الزعيم ستي وياه. ايه ايه وراها مال العيد، اذا العيد وياها تأمرني امر سمعك على العيد، بس القصيده والله ما حافظها. اذا لحقت البرنامج على الهواء، اذا لحقت بالبوقة اشوفها اقرا لك اياها، واذا ما لحقت ما قدرت تلقفني الكاميرا. يسلمون عليك كل اليمي، كلهم سلم لي عليهم، تحياتي لهم كلهم، وحيل مشتاق لهم. وابو علاوي وابو رحمه احمد حسين يوسف الحمدان. على راسي، كلهم سلم لي عليهم على راسي. تسلم يا الطعماوي، تسلم وتعيش، بارك الله بيك، وان شاء الله طلبك مجاب، وان شاء الله عبد الرحمن راح يتواصل مع الجمهور ايضا. يعني راح ناخذ فاصل، وبعد الفاصل نسألك على صاحب هذا الفاصل يا عبد الرحمن. ناخذ هذا الفاصل وبعد الفاصل راجعي لكم احبة المشاهدين والمتابعين، حياكم الله. اهلا ومرحبا بكم احبة المشاهدين والمتابعين، حياكم الله. عمر الغريب يا اخوي عبد الرحمن، وش علاقتك مع عمر الغريب؟ وش ترد على هذا الفاصل مع عمر الغريب ايضا؟ اقول له صح لسانك اخي العزيز عمر، وتحية مني ومن الاخ اللي خلف الكواليس، الاخ الشاعر احمد هندي، الى الاخ العزيز عمر الغريب. تحياتنا لك يا أخ عمر، وصح لسانك ودمت. وأيضا تضامنا وأجاوب عمر أيضا عن الأم اللي تفقد ابنها بيت زهيري. قول عيني يا دنيا، عيني يا دنيا لتفقد لها ولد، عيني عيني يا دنيا لتفقد لها ولد، عيني وعني معاها انمرض بيها القلب، عني عني شوية فرح يم دارها، عني لا يظل سهمك غدر بقليبها غالي، ويظل قلبها بجدر حزن وهضم غالي، تبكي على ابنها بحزن والصيح يا غالي، ما كان آن مكانك يا بعد عيني، ما كان آن مكانك يا بعد عيني.
أنت عضو منتدى رابطة شعراء الشرقاط، منتدى آشور. نعم يعني. أنت رئيس المنتدى؟ لا أنا عضو هيئة إدارية يعني. عضو هيئة إدارية منتدى آشور. رئيس المنتدى طبعا شاعر ودكتور، تحياتنا له الدكتور سعد الكويسي. يا سلام. وأيضا تحية وألف تحية إلى الأخ العزيز الضلع من قولات الفيسبوك. الأخ العزيز الدكتور الشاعر عبد الرحمن الدوخي، تحياتنا لك. يا سلام. وللأخ فهد التركي وللأخ أمير العناد، تحياتنا لكم. حلو. منتداكم بالجانب الأيمن والجانب الأيسر بمنتدى صديرة الثقافي. نعم. أكو تواصل وترابط ما بين منتدى صديرة ومنتدى آشور. إي يعني. دكتور عبد الرحمن أيضا هو مدير المنتدى إذا ماني متوهم. إي عبد الرحمن. سديري خلينا نقول عبد الرحمن. تحية لكل الشعراء. معانا اتصال، حياكم الله. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. ضياء الحشمان محصلة البحشمة. هلا الله حيهم، هلا بالبو حشمة، حياكم. شلونك يا طيب؟ حياك الله، شلون أخبارك؟ الله يبارك فيك، نورت ولا شلونك؟ يا هلا يا هلا يا هلا. البو حشمة من 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 بلد لو من وين؟ من لا لا من حشمة، البو حشمة من بلد. هلا هلا ببلد وهل بلد، حياكم الله. لا دعمت معاك الشيخ عشيرة البو حشمة. اياكم حياكم، هلا بالشيخ، وش اخباركم؟ وش دياركم؟ وش اهلكم؟ والله الحمد لله والشكر رب العالمين. والله احنا تدري مجاورين العناصر الضيوعية الغير. حلو. والله نحن على عشيرة البو حشمة انظلمنا ظلم غصة حاليا كل نازحين في السلال. الله الله. زرناكم وزرنا ناحية يثرب أيضا ببلد بال 2007، كان تجمع عشائري كبير بين عشائرنا الأصيلة العربية البو حشمة وبني سعد والجبور، وكان يعني لقاء جميل جدا. طيب وش تحب تقول يا شيخ؟ عندك رسالة، عندك يعني مشاركة، عندك قول تريد تقوله، حياك. جزاك الله خير الجزاء وبارك الله فيك، ونعم منك ومن البرنامج مالك يا طيب. وبرنامجكم طبعا طيب وحلو، وانت جنابك الكريم يعني كلامك كله رائع. الله يحفظك، منكم ان تعلم، انتم شيوخنا وانتم اساتذتنا، ويا رب ان شاء الله تلتم الكلمه ويلتم الشمل ويصير لقاء ما بين عشائر العراق من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، وإن شاء الله يعني الزبد يذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. تسلم وتعيش، شكرا يا شيخنا، ممنونين. نسمع منك زهير يا عبد الرحمن، سمعنا زهير الله يرضى عنك قبل لا ينتهي الوقت، لأنه يعني دقائق وينتهي البرنامج. أمر طبعا. ولو أحد المتصلين طلب قصيدة على العيد، عندك شيء على العيد؟ طلب زهيري على العيد. طلب زهيري، خلاص نجمع زهيري. اي والله طعمه. تحياتنا. نعم. للموجودين، وايضا من خلال فضيلتكم اقدم تحيه الى الاخ العزيز الدكتور الشيخ مقدام محمد عبيد العلي. الله، شو اخباره؟ ونقول له وين صفت بيه الدنيا دكتور مقدام؟ والله حاليا متواجد باربيل. وندعي له بالشفاء العاجل، لأنه جريت له عملية قبل أسبوع أو أكثر. تحياتنا لك دكتور. والله سلامات حقيقة، ما عدنا علم. والله. أما الزهيري أبو نواف، إيش عندك من أخبار أبو نواف؟ ما زال ذكرت شيخ مقداد ودكتور مقداد. والله هي تقريبا كنا نفس الوضع، كلها الظروف هذه مرت على الكل، والحمد لله والشكر. زهيري الأخ العزيز طلب ويقول دنيانا ما قصرت بحزان دارتنا، شدت ايدينا وعنا الاحباب دارتنا. ابكي وهلب الدمع جاعد بدارتنا، قالوا لي ولفك يجي فلان بستاني، وردتك وردت العمر تزهي بستاني. تدران حزني على شوسود لبستاني، دحقت بالعيد وانك مو بديرتنا، دحقت بالعيد وانك مو بديرتنا. ومن اليوم
قصر الحزن عجت أفراح ابن من اليوم قصر الحزن عجت أفراح ابن رغم الحزن نبتسم للي يجي ورحبنا يواعدني جرح القديم يقول راح ابن ما بنا لليوم محد يا قلب حولك ولحد يا جسمش عجب شو منهدم حيلك تسألني عقب الولف يا عبد وش حالك حال الغريب بصباح العيد راح ابن حال الغريب بصباح العيد راح ابن سلامتك. حلو حلو, حلو. يا أخوي عبد الرحمن خل نطلع من هذا الجو المشحون من هذا الجو الحزين من هذا الجو اللي يعني رغم الجرح رغم المصاب رغم الألم لكن نبتسم نتفائل نتحدى العدو نتحدى الخصم نتحدى هذول اللي يخرفون بالقنوات هنا وهناك ويتكلمون على العراقيين الله يبلهم إن شاء الله ويطيح حظهم مش تقول بشي من الابتسامة وبشي من التفاؤل وبشي من حب العراقي وابتسامة العراقي وغزل العراقي يا عبد الرحمن والله أني الغزل يعني مو وقته حاليا بس لأن أنت طلبت يا سلام راح أسمعك غزل حلو بس غير طور يعني حلو أو غير غزل جميل خلنا نقول غزلنا إحنا يعني يا سلام مرني اليوم مشتاق أحتفل بيك مرني اليوم مشتاق أحتفل بيك خمس ساعات صاروا محتفن مرني اليوم مشتاق احتفل بيك خمس ساعات صاروا محتفن مرني اليوم جايب كومة جروح وجبت الحزن كله وعوز هن وجبت نعاية حتى تغازل وياك تنوح بحزن حتى تلمش من جبت نعاية حتى تغازل وياك تنوح بحزن حتى تلم شمن وجبت ناي وربابة ووحشة الليل جبت ناي وربابة ووحشة الليل وغني لك عتابة وبيها ون وجبت دمع الأيتام وقلب مكسور جبت دمع الأيتام وقلب مكسور نسولف غزل وتفيض المحنة وتسولف ليش كثر فاقد عزيزين تسولف ليش كثر فاقد عزيزين ونحسب لك إش ظلوا من أهن ظل البيت يكسر خاطر الضيف ظل البيت يكسر خاطر الضيف تركوا مهجور باتوا بالمجنة لا تستغرب إش جاي يحكي وياك لا تستغرب إش جاي يحكي وياك عراقيين هذا إحنا غزلنا عراقيين هذا إحنا غزلنا وسلامتك حلو هذا غزل تدللت حلو, حلو يا سلام نعم معانا اتصال الله حيهم السلام عليكم السلام ورحمة الله تحياتي لك أبو بيسك العزيز حياك الله يا هلا بيك أبو ملاك من بغداد أبو مناف أبو ملاك من بغداد هلا هلا أبو ملاك يا سلام على هذا الاسم الجميل حياك الله يا أبو ملاك حيا الله البغداد من نسمع منك اليوم ضيف البرنامج عبد الرحمن الجبوري حياك الله هلا ابو ملاك نسمع منك والله انا حابب اسمعكم في مجارات الاختلاف في الوطن الحبيب ايه اقول في بلادي في بلادي كل شيء أصبح مصطبح المال والأولاد بل حتى النساء في بلادي السنة سودة من الحزن في بلادي بلادنا بسفك الدماء في بلادي الشير وما لها احترام في بلاد الطفل نايم بالعراء الله في بلادي كل شيء أصبح بالعكس مجرم يقرر مصير الأبرياء في بلادي الموت شيء جدا بسيط في بلادي كل فرع من الحاجات الله يا سلام يا سلام
يا سلام، بارك الله بك أبو ملاك على هذه الكلمات الجميلة. فعلا يعني هذه الصورة الموجودة اليوم بالعراق من وراء الأرناؤوطي وغير الأرناؤوطي، لكن الله كريم إن شاء الله الدنيا دوارة. يا عبد الرحمن بقى عندنا يعني 5 دقائق أو أقل من 5 دقائق، وش تحب تقول من تحية من سلام من أشواق من حنين للعراق للجمهور تقولها شعرا؟ المخرج سيف المهند يحب يسمع منك شعر، وش تقول لسيف المهند؟ الله حيو أخي سيف، سمعك مقطوعة، لأن هو أنت طلبت مني طبعا أطلع من هذا الطور اي والله وما طلعت، فراح سمعك مقطوعة. حلو. قد ما بي شوق لكم تمرون، قد ما بي شوق لكم تمرون، لو احكي لكم صدق وبكيتوا. قد ما بي شوق لكم تمرون، لو احكي لكم صدق وبكيتوا. بسنون الشمات سمعت الاصوات علي ضحكي تناثر من مشيتوا. بسنون الشمات سمعت الاصوات علي ضحكي تناثر من مشيتوا. كسرتوا جناح قلبي وجامل عيون وظهر شاب احترم حبكم حنيتوا. انا مسامح، انا مسامح على اللي صار، بس ليش مع العذال عالبي اشتفيتوا. انا مسامح على اللي صار، بس ليش مع العذال عالبي اشتفيتوا. وسمعتوا، سمعتوا بمرض ساري بقلبي موجود، سمعت بمرض ساري بقلبي موجود، وبي اكثر يصير انتو اشتهيتوا. اجيتوا، اجيتوا سمعت، بس مو جيت اشواق. اجيتوا سمعت، بس مو جيت اشواق. سمعتوا اليوم فاتحتي واجيتوا، سمعتوا اليوم فاتحتي واجيتوا. سلامتك. يا سلام يا سلام يا سلام. حلو حلو، بارك الله بك يا عبد الرحمن، جزاك الله خير. نسمع منك أبو ذية، عندك أبو ذية تسمعنا شوي يعني مسك الختام لو مال, 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 مال هذا المريض ايش قال؟ منتياني أو ميتاني أو ايش قلت عليه؟ والله ما يحضرني حقيقة، بس نسمعك غير ايه نسمع. يقول ترى آن الأوان وانت واني، ترى انا الاوان وانت واني، وانا واني بمحبتك وانت واني، اريد ان انا وانت، وانت واني نظل احباب لي حد المني. يون جواب طبعا نفس الوقت انا جاوب. يون قلبك علي وانا وانت ترش ما فاض قلبك، انا وانت اريد ان انت واني، وانا وانت نظل احباب حت بعد المني. وتراني بالعشق واقع بلوتي، تراني بالعشق واقع بلوتي، ولا أيوب مبتلي ببلوتي. أنا الكسرات اللي بقلبي بلوتي، كواهن ولف يوم أبعد علي، كواهن ولف يوم أبعد علي. وسلامتك. حلو حلو يا عبد الرحمن، بهذه الكلمات أحسب أن دقائق البرنامج قد انتهت. نتمنى أن نكون قد وفقنا في تقديم حلقة لجمهورنا لمتابعينا لأحباء وضيوفنا بخيمة وقصيد. عبد الرحمن إن شاء الله هذه مو الجاية الأولى ولا الأخيرة، حتما إن شاء الله سنتواصل معك إن شاء الله ونسمع منك الجديد وأشعارك الحلوة الجميلة، وإن شاء الله يعني بظروف أحسن، ظروف أحسن حتما، وضعك الصحي أجمل وأنسب وأقوى. والله وضعي مو أهم من وضع العراق حاليا، يعني أتمنى أنه بظروف ولو يعني اسم ابتسامة للعراقيين إن شاء الله حتى نقدر نحكي كل شيء يعني. إن شاء الله إن شاء الله. وتجلدي للشامتين أريهم وأني لريب الدهر لا أتضعضع. غدا الجمعة نذكركم بالصلاة على خير البرية الذين يسيئون إلى نبي الرحمة وإلى نبي الإنسانية وإلى النبي الخاتم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله، الصحيفة الفرنسية التي تسيء للرسول صلى الله عليه وسلم. نقول لهم ما أفلحتم، وهيهات أن يطفئوا نور الله بأفواههم، وهيهات أن يطفئوا هذه الرسالة السماوية العصماء الباقية إلى يوم القيامة. نغيظهم بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله
في يوم الجمعة الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح يقول: من صلى علي مرة وسلم علي إلا رد الله إلي روحي، ويقول: يا محمد هذا فلان ابن فلان. تنذكر عند الرسول صلى الله عليه وسلم أنت وأبوك، فهنياله اللي يصلي غدا على رسول الله، وليس غدا وإنما في كل يوم. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. أشكر جميع الجنود المجهولين، المونتير المتألق الرائع أحمد نظير، والمخرج سيف المهند، والمصور أنمار الفراتي، وأبو صدام فوزي نجم، وعمر العلي، وبلال الكويسي إيه والله، وفهد الغريب، وكل الأحبة، حتى ألتقيكم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشكور يا نوفل، جزاك الله خير، ما قصرت. يا عبد الرحمن مثل ما يقول حيل ونستنا والله.